السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. تعالوا كده بقى في عجالة كده سريعة هنبدأ نتكلم على اللي هو البكتيريا الاستراكشر. انا اتفقت معاكم ان كل محاضرة هنحاول ان احنا نجمعها كده الاول كده على السبورة، وبعد كده لما نقول الموجز ناخد الانباء بالتفصيل. تمام كده؟ يعني ناخد هيدلاينز، نرسم، نعمل برين ستورمينج كده او برين مابينج كده للحاجه اللي المفروض ان احنا ايه هندرسها. احنا هنتكلم دلوقتي على اللي هو البكتيريال ستراكشر. نركز كده مع بعض، انا هقسم كل حاجه ازاي. تمام كده؟ البكتيريال ستراكشر او تركيب اللي هو البكتيريا، انا هبداه من اهم حاجه موجوده فيها الا وهي السيل وول. السيل وول ده يعتبر اهم استراكشر موجود في الخلايا البكتيريه. طب اشمعنى؟ قال لك عشان السيل وول ده اقوى طبقه موجوده في الخلايا البكتيريه، واللي بتحافظ على الخلايا البكتيريه وبتعمل لها بروتكشن من ان يحصل لها لايسيس. الحاجه الثانيه مش كده وبس، مش بيحافظ على الخلايا البكتيريه من ان يحصل لها لايسيس ويعمل لها بروتكشن، لا ده كمان ده بيديها الشيب كمان بتاعها. وعايزين نتفق مع بعض كده على حاجه، اي طبقه قبلك في الخليه يبقى رقم واحد في الوظائف بتاعتها بروتكشن. قلت لك سيل وول، قلت لك سيل ممبرين، قلت لك كبسول، اي طبقه يبقى رقم واحد في الوظائف بتاعتها بروتكشن. تمام كده؟ طيب بالنسبه للسيل وول، السيل وول ده تعالوا كده اما نبدا بيه، اول حاجه السيل وول دوت عباره عن ايه؟ قال لك بيتكون من حاجه اسمها الببتيدوجلايكان لايرز. ايه الببتيدوجلايكان لايرز دي؟ بصوا كده، في عندي اتنين سكر، واحد اسمه ان اسيتايل جلوكوزامين والتاني ان اسيتايل ميوراميك اسيد. دول عباره عن اتنين سكر، يعني داي ساكرايد. تمام كده؟ الدايزاكرايد ده او الاثنين سكر دول بيشبكوا مع بعض عن طريق جلايكوسيديك بوند. طيب هي بتبقى عباره كده عن سلسله، يعني عباره كده عن سلسله من السكر ماسكين في بعض كده بالترتيب، ان اسيتيل جلوكوزامين وراها ان اسيتيل ميوراميك اسيد بنفس الترتيب كده. طيب بيبقوا عباره كده عن شرايط كده بالطول. تمام كده؟ طيب لو انا سبت الشرايط اللي بالطول دي سايبه من بعض، يبقى طبقه السيل وول هتبقى طبقه ضعيفه. تمام كده؟ لازم اشبك الحاجات اللي سايبه من بعض دي، او الخيوط بتاعه الببتيدوجلايكان لاير دي لازم اشبكهم مع بعض بالعرض. مين بقى اللي بيعمل التشبيك بالعرض ده؟ عمليه كده بنسميها الكروس لينكينج. ايه الكروس لينكينج ده؟ قال لك ما بين الان اسيتايل ميوراميك اسيد في شريط مع ان اسيتايل ميوراميك اسيد في شريط تاني، يشبكهم في بعض عن طريق ببتايد تشينز. يعني لان اسيتايل ميوراميك اسيد فقط هو اللي بيعمل كده. تمام كده؟ بيعمل عمليه كده بنسميها الكروس لينكينج عن طريق حاجه كده بنسميها البولي ببتايد تشين. سلسله ببتديه من هنا عباره عن بنت ببتايد، يعني خمسه امينو اسيدز مع خمسه امينو اسيد من الان اسيتايل ميوراميك اسيد اللي قصاده، ويبداوا يعملوا كروس لينكينج او يشبكهم في بعض. العمليه دي لمعلوماتك هي ما اتقالتش في المحاضره خلاص، بس لمعلوماتك بتتم عن طريق انزيم اسمه الترانس ببتايديز انزايم. الترانس ببتايديز انزايم ده لو انا قدرت ان انا اوقفه عن طريق مضادات حيويه، يبقى انا كده همنع عمليه تكوين الجدار الخلوي. والبكتيريا لو ما كانش ليها جدار خلوي قوي يبقى البكتيريا هتموت بسهوله. تمام كده؟ وده المضادات الحيويه اللي بتشتغل عليها البيتا لاكتامز. البيتا لاكتامز بتستهدف عمليه الكروس لينكينج. هي عمليه الكروس لينكينج دي اللي هي عمليه تكوين الببتيدوجلايكان لايرز. انهي حته تحديدا؟ قال لك عمليه ربط الخيوط او الشرايط بتاعه الببتيدوجلايكان لاير في بعضها عن طريق الببتايد تشينز اللي شابكه في الان اسيتايل ميوراميك اسيد. يبقى الببتايد تشين اللي شابكه في الان اسيتايل ميوراميك اسيد، تمام، بتشبك في بعضها عن طريق ببتايد تشين. الببتايد تشين ديت بيشبكوا في بعض عن طريق انزيم اسمه الترانس ببتايديز انزايم، اللي بيوقف الانزيم ده مجموعه من المضادات الحيويه اسمها البيتا لاكتام انتيبيوتكس، اللي هي امثله عليها زي البنسلين وزي السيفالو سبورينز.
هتاخدوها كده في الانتيبيوتكس كده ان شاء الله. عرفنا كده اهم طبقه بتحافظ على الخلايا البكتيريه، بتعملها بروتكشن من حاجات كتير جدا زي الاوزموتوجلايسيز، تمام كده، بتعملها بروتكشن من البيئه الخارجيه، وبتحدد الشيب بتاع الخليه، وبتتكون من بيبتيدوجلايكان لاير. بيبتيدوجلايكان لاير ديت هتيجي في الامتحان، اتفقنا كده؟ يبقى اساس تكوين الجدار الخلوي والبيبتيدوجلايكان لاير. طيب بعد السيل وول لناحيه جوه، يعني انسايد السيل وول هيقابلنا ايه؟ هيقابلنا طبقه اسمها السيل ممبرين، خلاص. وبعد السيل ممبرين هيبقى فيه السيتوبلازم. السيتوبلازم ده هيبقى موجود فيه الجينيتك ماتيريال بتاع الخلايا البكتيريه اللي هو الدي ان ايه، تمام كده، والار ان ايه اللي بيطلع منه، وفي حته دي ان ايه كمان جنبيها اسمها البلازمات، تمام كده. هيقابلني كمان الريبوسومز اللي هي مسؤوله عن تكوين البروتين، تمام كده. وهلاقي احيانا السيل ممبرين بيلف حوالين نفسه، يعني اشوف لكم بس كده القلم الاحمر راح فين. احيانا السيل ممبرين يلف حوالين نفسه ويعمل استراكشر كده بنسميه الميزوزوم. لما نوصل له هنعرف فوائده ايه. يعني الاستراكشر بتاع الميزوزوم ده مش اورجانيل، ده مش عضي، مش عضي موجود جوه الخليه ولا اورجانيل جوه الخليه، ده عباره عن استراكشر، عباره عن سيل ممبرين لافف حوالين نفسه بنسميه اللي هو الايه، الميزوزوم. يبقى جوه السيل وول موجود عندي السيل ممبرين، ودي طبقه. بعد السيل ممبرين على طول موجود عندي السيتوبلازم. موجود ده جوه السيتوبلازم ايه؟ موجود فيها عندي جينيتك ماتيريالز اللي هي عباره عن دي ان ايه وار ان ايه، وممكن حته دي ان ايه تبقى موجوده جنب الدي ان ايه الرئيسي بتاع الخلايا البكتيريه اسمها البلازمد، بتبقى حته دي ان ايه كده دائريه، تمام. بعد كده ممكن السيل ممبرين يلف حوالين نفسه ويعمل حاجه اسمها الميزوزوم. بعد كده ممكن الاقي الريبوسومز اللي بتترجم الشفره الوراثيه بتاعه الخليه البكتيريه وبتحولها الى بروتين. بعد كده ممكن الاقي الاندوسبور، والاندوسبور ده عباره كده عن شكل بتاخده بعض انواع الخلايا البكتيريه علشان تقدر تحمي نفسها في الظروف الغير مناسبه. زي اشهر نوعين للخلايا البكتيريه بتعمل كده اللي هي الباسيلس والكولستريديوم. الباسيلس والكولستريديوم هتيجي في الامتحان. الباسيلس والكولستريديوم دولت اشهر اتنين بيعملوا الاندوسبور. يبقى وظيفه الاندوسبور استراكشر ده هو عباره عن حمايه، تمام. موجود فين؟ موجود في خلايا بكتيريه زي الباسيلس وزي الكولستريديوم. طيب كده احنا خدنا اللي جوه السيل وول والسيل وول. طب اللي بره السيل وول او اوتسايد السيل وول، قال لك ممكن الاقي طبقه خلاص اسمها الجلايكوكاليكس، وممكن الاقي ابندجز. يعني ايه ابندجز؟ يعني زوايد. طيب طبقه الجلايكوكاليكس دي عباره عن طبقه من بولي ساكرايد، يعني من كربوهيدرات. جلايكو يعني كربوهيدرات، كاليكس معناه غلاف، يبقى جلايكو كاليكس اللي هو الغلاف الكربوهيدراتي، تمام. ممكن ياخد شكلين، الكبسول والسلايم لاير، او اللي احنا بنقول عليها البيوفيلم. بيوفيلم، طيب نمسك لو كانت كبسول. الكبسول بيبقى ليها شكل محدد كده حوالين الخلايا البكتيريه، وبتبقى عباره عن طبقه. وبدل قلت طبقه، يبقى رقم واحد في الوظائف بتاعتها بروتكشن، بتحمي الخلايا البكتيريه من البيئه الخارجيه، بتحميها من الجفاف، وكمان بتحميها من الفاجوسيتوزيس عشان الخلايا البكتيريه ما يحصل لهاش انجولفمنت عن طريق الخلايا المبتلعه اللي هي الفاجوسيتيك سيلز اللي هناخدها في المناعه زي الفاجوسايتس، تمام كده. طيب الفاجوسايتس ديت زي ايه؟ زي الماكروفاج، ماشي. طيب كده احنا قلنا الكبسول بتعمل بروتكشن. طيب تاني وظيفه بس ما اتقالتلكمش في المحاضره، بتساعد على الاتاتشمنت بتاع الخليه البكتيريه في المكان اللي هي المفروض هتعيش فيه او هتعمل كولونايزيشن فيه. طيب تاني شكل ممكن يبقى من الجلايكوكاليكس اللي هو السلايم لاير. في بكتيريا مشهوره اسمها الستريبتوكوكس ميوتانز، بتبقى مسؤوله عن الدنتال بلاك. الدنتال بلاك ده اللي هو التسوس بتاع السنان، تلاقي شويه خلايا بكتيريه تقعد جنب بعض، يعني يقولوا بدل ما احنا كل واحده فينا لوحدنا نقعد جنب بعض ونفرز ونكون ماده كبيره حوالينا
من نفس مادة الكبسول، يعني يعيشوا كده جنب بعض ويكونوا حواليهم طبقة كده، طبقة كده بتبقى عاملة زي السلايم، يعني عاملة زي الجيلي كده، تمام؟ الطبقة دي بتبقى طبقة حماية قوية جدا، وبيبقى صعب ان انا اشيلها، تمام كده؟ بيبقى صعب ان انا اشيلها خلاص، وبتبقى مقاومة جدا للمضادات الحيوية والكيميكالز، خلاص؟ يبقى انا كده خدت شكلين، تمام؟ الكبسول والسلايم لاير، تمام كده؟ طيب الكبسول الامثله بتاعتها اللي هناخدها الستريبتوكوكس ميوتنز بتاعت تسوس السنان، والستريبتوكوكس نيومونيا بتاعت الالتهاب الرئوي، وعندي الكليبسيلا نيومونيا بتاعت الالتهاب الرئوي برضو. دي عندها كبسول ودي عندها كبسول ودي عندها كبسول، تمام؟ طيب كده خلصنا الجلايكوكاليكس. تعالوا كده بقى بنشوف السيرفيس ابندجز او الزوائد اللي ممكن توجد على السطح. انا ممكن الاقي حاجه من الثلاثه، فلاجيلا وبلاي واكزيال فيلمنت. انا مش هتكلم على الاكزيال فيلمنت، انا هاخد الفلاجيلا والبلاي. الفلاجيلا اهو، تمام؟ الفلاجيلا اهو خلاص، عباره كده عن حاجه كده بنسميها الهوك او الخطاف، ماشي؟ الهوك ده بيبقى متثبت في بيز البودي، بس ده مش عليكم، عبارة عن رينجز كده او حلقات او تروس هي اللي بتبقى مسؤول عن حركة الفيلمنت. الفيلمنت ده اللي هو الشعراية اللي برة وطالعة برة الخلية البكتيرية دي، تمام؟ هي ديت اللي بتلف وبيبقى شكلها سبايرال، يعني شكلها حلزوني كده، تمام؟ شكلها بيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، تمام؟ الفلاجيلا ده لازم يبقى سبايرال علشان يخلي البكتيريا تتحرك، وهنشوف فيديو وانا بشرح على البي دي اف بيبين لكم ازاي الفلاجيلا بيخلي البكتيريا تتحرك. يبقى الفلاجيلا عباره عن انا عندي فيلمنت، تمام كده، اللي ناحيه بره هو اللي بيبقى مسؤول عن الحركه، متثبت بخطاف اسمه الهوك على الطبقات بتاعت الخلايا البكتيريه زي السيل وول والسيل ممبرين، والخلايا البكتيريه الجرام نيجاتيف ممكن يبقى موجود فيها اوتر ممبرين كمان، بتلاقي الخطاف دوت بيبقى متثبت بيها عن طريق حاجه اسمها البيزل بودي، بس ده مش مقرر عليك، تمام كده؟ طيب يبقى الفلاجيلا ده عباره كده عن اورجانيل موجود او استراكشر موجود في الخليه مسؤول عن الموتيليتي، ولازم يبقى سبايرال علشان يخلي البكتيريا تقدر انها تتحرك. طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها اللي هو البلاي، لها كذا نطق خلاص على حسب هو بريتش ولا امريكان. في ناس بتنطقها بايلاي، ماشي، وفي ناس بتنطقها باللاي، وفي ناس بتنطقها بلي. التلاتة صح، تمام كده؟ تعالوا كده بقى بنشوف البلاي مفردها بلس، مفردها بلس، يبقى البلس ده مفرد وباللاي جمع، بيبقى عددها اكتر بكتير جدا من الفلاجيلا، بتبقى مور نامرس، وبتبقى ستريت ما هياش سبايرال، تمام كده؟ وبتبقى مسؤولة عن رقم واحد الاتاتشمنت، يعني بتخلي الخلايا البكتيرية زي الاشريشيا كولاي تلزق في اليورينري تراكت، تمام كده؟ علشان تعمل انفكشن وتبدأ انها تعمل كولونيزيشن المنطقة دي، تمام كده؟ ده رقم واحد. في الحالة لو بتاعت اللي هي الاتاتشمنت دي بنسمي البلاي كومن بلاي. طيب في نوع تاني من انواع البلاي اسمه السكس بلاي، بيبقى مسؤول عن نقل جينيتك ماتيريال من خليه بكتيريه لخليه بكتيريه تانيه. يعني لو عندي خليه بكتيريه اهي موجوده عندها بلازميد وموجوده عندها الماده الوراثيه بتاعتها وعندها بلاي اسمه سكس بلاي، عايزه تنقل ماده وراثيه لخليه بكتيريه تانيه، تمام؟ ما عندهاش البلازميد ده، عندها جينيتك ماتيريال بتاعتها بس لكن ما عندهاش البلازميد. قال لك تروح تلزق فيها وتعمل عملية تزاوج أو اقتران أو كونجيوجيشن، وتبدأ تاخد نسخة من البلازميد ده تقوم جاية رايحة حطاه في الخلايا البكتيرية التانية. يبقى أدى الخلايا البكتيرية الأولى وأدى الخلايا البكتيرية التانية حصل لهم عملية تزاوج أو اقتران أو كونجيوجيشن. هدف الكونجيوجيشن ده هو إن أنا أنقل مادة وراثية من خلايا بكتيرية لخلايا بكتيرية تانية، تمام كده؟ بس كده أنا خلصت وجمعت لكم الحصة في ربع ساعة زي ما قلت لكم.
تمام؟ هي مجرد كده مايند مابينج علشان تقدر تفهم اللي انا هشرحهولك بالتفصيل ان شاء الله وانا بشرح على ايه؟ على البي دي اف. تمام؟ جمعتها لك اهو في ربع ساعه. مع السلامه.